تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. هنا يكون تحقيق ميداني. نحن توا في ضيافة الدكتور إلياس التركي رئيس اللجنة الطبية بالقيروان، اللجنة الطبية اللي هي في العادة تشرف على تحذيرات وخليط الأزمة فيما يخص كوفيد وغيرها ربما حتى من الجوانب الطبية. شفنا في جائحة كوفيد اللي تعدت الحمد لله صارت برشا صعوبات، صارت غصرة، لكن القيروان نفست أخيرا ورغم الصعوبات فإنه تجاوزنا الخطر. هذا تم فضل جهود إدارات طبية شبه طبية أعوان الصحة اللي قدموا تضحية. بدينا بالصفر بالأسرة الإنعاش بعدد محدود من أسرة الأكسجين، توا ربما الوضع تحسن وضع الوبائي، لكن ثم تحذيرات وسط التحسن هذا والانفراج والحملات التلقيح، ثم تحذيرات من أنه نجم تعود ترجع موجة أخرى في آخر سبتمبر أو في أكتوبر. حبينا نشوفوا كيفاش في القيروان باش يتم الاستعداد لموجة محتملة كما هذه. مرحبا بك دكتور الياس. حبينا كما قلنا احنا توا نجزنا بالدرجة، تجاوزنا فترة الجائحة والغسرة تاع جائحة كورونا بفضل تضحيات كبيرة من جهود عوين الصحة بمختلف أصناف ومختلف مواقعهم. بدينا كما قلت يعني صفر سرير إنعاش، توا وصلنا تحسنت الأمور أكثر. حبينا نشوفوا معك وين وصلنا، كيفاش ساعة احنا نجمنا يعني من ناحية علمية تجاوزنا مرحلة الخطر، وشني ربما التحذيرات اللازمة باش لا قدر الله تجي موجة أخرى نجمو معناها نتصدوا لها بأقل أضرار وأقل تكاليف وأقل ربما حتى استنزاف المجهودات. بارك الله فيك سي ناجح. هو كما حكيت سيادتك معناها فما مجهودات صارت هذه تخلينا نجمو كان نحييو معناها العائلة الطبية والشبه الطبية كلها من والعمل الكل اللي ساهموا، واللي الحقيقة لقاو روحهم في وضعية ما فيهاش مش تختار، معناها يلزمك تقوم بالواجب نتاعك وتزيد أكثر منه، لأنه هذه الجائحة ما كانتش منتظرة، ما كانتش الناس تتصورها، ممكن عوامل تالية حتى بشر في العالم هذا لا يعرف اللي حاجة كان هذه مش تصير. نحن مانيش متحذرين كما أي بلاد، ولكن زادا ناخذوا خصوصية نتاع القروان والمستشفى نتاعنا، تبيع عنا برشا نقايس ونعرفوهم الناس الكل، والتشتيت ما بين وحدة الغالبة ومستشفى ابن جزار والنقايس اللي معناها هذه سنين الله معناها تحكي عليها من المجتمع المدني ولا من أهل الاختصاص والناس الكل تعرف. في وسط هذا الكل نقاور واحنا في وضعية متاع جائحة اللي اختيرة واختيرة برشا، وتعرفوا شنو الأوقات اللي تعدينا بها والصعوبات تعدينا بها من جميع النواحي، وخاصة من ناحية إيواء المرضى، من ناحية وين مش نرقدوهم، وذاك خلانا معناها الناس كل تقف مرضى تتكاتف، المسؤولين الكل، عوين الصحة، الممرضين، العملاء، الأطباء، الناس كل مشيت في استراتيجية كونه يلزمنا نقوم بواجبنا ويلزمنا نحاولوا أكثر ما نقدروا. للأسف بدينا بصفر سرير إنعاش. الحمد لله ممكن الجائحة هذه اللي تثبت في طبيعة الحال وفيات وفي ناس مرضت وفي ناس كذا الله لا يعاودها، لكن ممكن هالأزمة هذه ما نقولوش يربحنا، لكن جات ظروف كونه مخذينا حاجات معينة خاصة منها سرة الإنعاش. بدينا بصفر معناها سرير إنعاش الحمد لله. اليوم العدد متاع سرة الإنعاش محترم ومحترم جدا، 9 أسرة متاع إنعاش طبي كوفيد في ابن جزار، ووحدة الإنعاش اللي هو قسم الإنعاش هنا في الغالبة اللي زادت تبارك الله معناها الكاباسيتي متاع ولا نسبة العدد الأسرة معناها الحقيقة خارق العادة، اللي وينيه 16 سرير، معناها نشوفه تقريبا 25 سرير متاع إنعاش. هذا بخلاف قسم معناها العناية المركزة اللي موجود في الغالبة من قبل، مانيش نحكيو على هذاك، نرى 25 في سرير متاعنا حاجة خارق العادة ما كناش ممكن نحلموا بها. هذه بتبيع الفضل يرجع للعائلة الصحية، للناس اللي خدمت اللي أمنت، للأطباء، للناس كل ما نستثني حتى حد المسؤولين، سلطة الإشراف،
اللي اليوم بالحق فما حاجات ربحناها من معدات من أسرة تاع إنعاش وحتى غير الإنعاش، ولكن هذا بطبيعة الحال كان بتعب كبير برشا، بتعب كبير برشا خاطر الظروف ما كانتش ملائمة بالكل. ممكن الناس تقول بعض الأحيان تلوم تقول شبيه ما عملوش هكا ولا شبيه هذا جاء متأخر، ولا راهو بالحق على أرض الواقع الأمور صعبة بالقدا بالقدا كانت، والحمد لله نحن توا في وضعية تعتبر مريحة نسبيا، لكن ديما يقعد الحذر. هذا يقولوش أنا بركة، يعني الأخصائيين الكل في العلوم الجثومية والوبائية ديما فما حاجة اسمها الحذر، يعني حتى كي نربحوا تحسن في الوضع راهو مش معناها اليوم ما نلتزموش بالبروتوكولات الصحية ولا نقفوا على التلقيح، لا بالعكس ديما المجهود يسمو يتواصل. هذا مثلا وزارة الصحة تقول انه الحالة الوبائية يعني في تحسن، بعض الأطباء يقولوا انه المؤشرات متاع نسبة الإيواء والتحاليل الإيجابية ماشية وتعاود ترجع. ربما انتم تقديراتكم في القاهرة وشنين المؤشرات اللي تستندوا لها باش نقولوا راو الجائحة تراجعت ما تراجعتش، وإلا ثم موجة أخرى، ثم معطيات علمية؟ بطبيعة فما معطيات علمية هي العديد لشيفر العديد، كل يوم نشوفوا رواحنا قداش عنا نسبة متاع إيواء، قداش عنا نسبة متاع إيجابية، قداش من الناس راقدة. احنا في المستشفى الميداني اللي كان حقيقة إنجاز كبير برشا، وكان فضل كبير برشا للأخيان اللي خدموا فيه واللي التو مازالوا يخدموا فيه. المستشفى الميداني هذايا معناها كان لينا يعني بالحق هو اللي حل جزء كبير من الإشكال. اليوم المستشفى الميداني اللي كان معناها فيه برشا مرضى يوصلوا بالستين مريض وبالسبعين مريض وأكثر من هكاكا، توا ما عادش فيه برشا مرضى، معناها يتعدوا على الصوابع المرضى اللي موجودين فيه. هذا شنو يدل؟ يدل لي النسبة بتبيع نقصة الذكر، واللي كنا في وقت معين قسم نتاع الامراض الصدريه المرضى نتاعو حطيناهم هنا في القسم نتاع امراض العيون. اذا يرجع بالعكس توا امراض العيون القسم معناها فيه كان المرضى اللي معناها عندهم امراض في تابع اختصاص امراض العيون امراض وجراحه العيون، والباقي يرجعوا معناها المرضى نتاع الصدريه توا في قسم الصدريه. تبيع المؤشرات معناها طيبه تعتبر مقارنه بالشيء اللي كنا نعيشوا فيه واللي كنا نوصلوا مرضى معناها نخموا كيفاش باش نراقدوهم ونبعثوا برشا فيهم. وصلنا في النهار نبعثوا بال15 و20 مريض، ويعرفوا الناس اللي تسمع فينا فما اهليهم اللي مشاو، شي مشى لقابس، شي مشى لقفصه، شي مشى لمستير، سوسه، تونس. الحمد لله هذا تجاوزناه بطبيعه الحال، فما تحسن به بالقدا بالقدا في المؤشرات، لكن ديما نقولوا راه التحسن هذايا نعتبروه احنا ديما ظرفي، قولوا راهو نجم الامور تعاود. ولو الحاجه الباهيه اللي توا التلقيح مشينا فيه مرحله باهيه برشا على المستوى الوطني وحتى في ولايه القيروان، معناها نسبه باهيه نتاع التلقيح صارت، وذيك حاجه خارق العاده، وذيك الضمانه اللي تنجم تحمي حتى كي تجي المرضى تجي خفيفه. لكن ديما ناخذوا ما عندناش حاجه اسمها اطمئن واعمل كيما تحب وراهو الازمه وفات، لا، الازمات هذه راهي ما نجموش نعرفوا غدوه شنو مش يصير. مثلا مؤشرات الوفيات، وسيادتك رئيس قسم الطب الشرعي ترى انه مثلا نسب الوفيات تراجعت بسبب بطبيعه تراجعت، هو كله يتبع بعضه راه. يمكن الحالات الحاجه الوحيده اللي قاعده موجوده هي الحالات الخطيره اللي تستوجب انعاش، حقيقه قاعده موجوده، لكن بالنسبه للحالات الاخرى اللي يرقدوا عاديين نقصت. ونسبه الوفيات بالطبيعه مش تتبع عدد المرضى اللي يقع ايوائهم وعدد الايجابيه نتاع التحاليل نقصت، معناها مقارنه بالفتره يعني الصعيبه هذيك اللي كنا نشوفوا فيها عدد معناها يعتبر كبير نتاع وفيات كل يوم بالكوفيد. اليوم الحقيقه لا، رجعنا الاعداد معناها تتسمى ضئيله مقارنه بالازمه اللي تعدينا بها. كان كل حالة وفاة وسط الجائحة تعتبر كوفيد، توا رجعنا معناها كالتصنيف يقولوا هذا بسبب الكوفيد، هذا بسبب أمراض أخرى. لا، هو مش لا، هو مش كل وفاة تصير وقت الجائحة نقولوا كوفيد، لا، راهو فما أمراض اللي تجي وما عندهاش علاقة بالكوفيد. احنا مثلا كي واحد يتوفى موت فجئي مش بصفة آلية نقولوا كوفيد، نعملوا التحاليل نتاعنا ونشوفوا عنده كوفيد ولا. فمن برشا حالات اللي يموتوا موت فجئي بأسباب أخرى، نوبة قلبية ولا
جلطة دماغية ولا غيره اللي ما عندهاش علاقة بالكوفيد، ونعمل التحليل وما ثمش الكوفيد هذا، يعني مش بصفة آلية. احنا بدنا توا اللي نعملوه في أي وفاة فجائية راهو نعمل التحليل، نعمل التحليل باش نشوفوا ترى كوفيد ولا مش كوفيد. أول حاجة باش نعرفوا سبب الوفاة، ثاني حاجة زادة باش ما نحطوش كل شيء على كونه هاو كوفيد هاو كوفيد. لا شوفوا توا مع العودة المدرسية ورجعنا حتى كمواطنين في حياتنا العادية، رجعنا بنسبة كبيرة، وربما بعض الجوانب الوقائية هكا بدينا نبعد عليها. أكيد عندكم توصيات في الجانب هذا، خاصة في ظل أنه حتى الحجر الصحي ما عادش تم حديث عن حجر صحي موجه شامل. صحيح، هو توا ما عادش فما حاجة، على الأقل على أرض الواقع مانيش قاعدين نشوف في حجر صحي. لكن كما قلت تو مع الوليدات اللي رجعوا يقراوا، الحمد لله اللي وقعت حملات نتاع التلقيح تهم الصغيرات اللي معناها عمرهم اكثر من 15 سنه، ودي حاجه باهيه برشا اللي صارت، وان شاء الله تو حملات قاعده تصير باش يهبطوا ان شاء الله في العمر حتى اقل من ذاك، ودي حاجه خارقه للعاده. يقعد ديما راهو اللي نحبوا توصيات نحبوا نقولوه، قولوا ديما الجائحه هذه راهو فيها برشا تفاصيل تقنيه وعلميه. شو معناها؟ فما ديما إمكانيات متاع الفيروس اللي يتبدل، فما إمكانية متاع نوع آخر دي فاريون جدد اللي يدخل، وفما إمكانية متاع كي يتبدل الفيروس يولي حتى التلقيح اللي عملناه نجم يكون في حالات معينة ما عندوش حتى تأثير عليه، يتأخر ويصير تحول معه. يعطيك الصحة، هذا علميا ممكن به، نحن يلزمنا نحطوه في مخنا اللي هو ممكن ونتصرفوا كينا يعني راو في وسط الخطر. ما نقولوش لا والله هي لباس او سبيتار نقص عليه الضغط، الحمد لله نقصت الوفيات، معناها لا عاد نستعملوا لا وسائل نتاع وقايه، اللي مش يعمل تلقيح يبطل على التلقيح، قال لي قلت لك هاني معناها لباس. لا، نواصلوا كينا واحنا حاسين بالخطر. هذه توصيات نحبوا نقولوها باش ما لا قدر الله ما تسرناش مشكله كما اللي صارت قبل، لانه فما استنزاف تاع جهود راه توا، مش في كل العبد عنده طاقة، هو العوان ولا الممرضين ولا الطباء عندهم طاقة كيف التسيير والإدارة عندها طاقة، يلزم هذا المواطن يعاون فيه باش يعاون بالحس متاع المسؤولية كونه فما خطر. ردوا بينا ديما نقعدوا نلبسوا الكمامة، ديما فما التباعد، ديما نواصلوا في عملية التلقيح، ردوا بينا ان شاء الله باذن الله لباس بحول الله. احنا نقولوا ان شاء الله لباس التطمينات متفقين، ما نحبوش نفهموا التطمينات هذيا كونه يعني يولي فما انفلات ويولي فما انسان ما عادش يهمه ويقول لك لا لباس. لا، مش صحيح. البيك اللي وصلنا لها وقت الجائحة حسن بين شهر اخر باي وجوان رافقتها كما قلت انت استنزاف للجهود، شنو ربما الحاله اللي تخافوا انه توصلوا لها انتوما كاطارات يعني طبيه ولا كلجنة طبية، تخاف أنه توصلوا لها وربما تولي الوضع معها خطير وتعامل معها صعيب؟ احنا ديما نخافوا، احنا ما يخوفنيش المرضى كيف يجيوا بنسق معتدل، هذا ما يخوفش، لكن اللي يخوف وقت اللي يبدا فما يعني موجه كبيره تاع كوفيد وتتزامن مع في نفس الوقت مع موجات كوفيد في بلدان ولايات مجاوره ولا على مستوى وطني كله. ترى احنا تو شنو اللي نقذنا نجمو نقولوا من الحاجات اللي نقذتنا، اللي ممكن فما الحمد لله وقع تفاوت في الازمه تاع الكوفيد من ولايه لاخرى، مثلا وقت اللي القروان في الشده نتاعها والازمه نلقاو ولايات مجاوره اقل شوي، لقينا كيفاش نهزوا لهم المرضى وقت اللي ما عادش نجموا عندنا طاقه وما عادش نجموا نتعداوه. ومن بعد الحمد لله احنا تحسن الوضع قبل ولايات اخرى اللي هما بيدهم، بعديك ولينا نقبلوا لهم. معناها احنا ما نحكيوش كان قروان، راهو ديما نحكيوا هذه جائحه على مستوى وطني. معناها اللي خوفنا احنا ديما التزامن نتاع الموجه نتاع كوفيد في جميع الولايات، وذاك خطير برشا على خاطر مش يولي يتعدى الطاقه نتاع الاستيعاب في الولايات الكل ويقع انهيار بالطبيعه نتاع المنظومه الصحيه، لانه عندك طاقه ما عادش نجم تتعدى. هذا ان شاء الله باذن الله ما نوصلوش، والحمد لله نحن صار كونه فما ديكالاج في الوقت، ماهوش فرض وقت الموجه نتاع الكوفيد جات في الولايات الكل. حاجه ربما تتذكر صارت لك سواء من اطارات الصحه
في موقف صعيب أو مواطن ربما تقول حبيت نقطة ما نجمتش وإلا ربما حاجة وضعية صعبة؟ والله برشا وضعيات اللي عشناهم الحقيقة راهو وتأثير النفسي متاحهم راهو قعد والله قعد على برشا معناها إطار طبي طبي عمل قتلي ونتصور في الولايات الكل صارت راهو في وقت معين أنا مريض الأكسجين تلزو باش نحطوه هي قعد في وسط سيارة متاع إسعاف لأنه ما عناش بلاصة في الاستعجالي هو بالأكسجين والتنسيق مع سلطة الإشراف إذا كيزم نقاولو معناه سرير متاع نعاش صدقني معناه تعدى ليلة كاملة والناس كل بالتنسيق وبالتليفونات وبالكذا باش نقاولو بلاصة متاع نعاش في بعض الأحيان هذاك التأخير هذاك يضر ويضر ويقلق معناها تقول لو كان هذا تو نلقاله تو في الدقيقة هذه يعني سرير متاع نعاش يمكن ياسر نجم نجاوزوها الأزمة وفي وقت معين الحقيقة الحالات هذوما ولات مع بعضهم وبرشة معناها يقلقوك فما عنا زادة من حتى من الإطارات الطبية وشبه الطبية والعمل اللي معناها من أعوان الصحة فأنا نعرف اللي يخسر زادة شكون من أفراد عائلته راهو كيف كيف خاطر هي راهي معنيش إحنا في الصحة هذه فرش باش نخليوها كيكة فارغ باش نخليوها الفلان ولا الفلتان ما تجمش هذايا ممنوع أخلاقيا وقانونيا واللي تحب أنت معناها وصلنا هذاك هو فما فرش فما فرش مثلا ماشي فرش تقف على الناس كل معناها غدوة تقول لي هذايا خاطر قريب متاع عون صحة ولا كذا ما لا غالب بالحق تقعد تتفرج وهذايا شفناه نقول لك أنا عون صحة وقريب متاعي ما لقيتش وين نحطه عامة وضعية عامة على الناس كل للأسف هذوما معناها وضعيات خايبين برشا عشناهم الله لا يعودهم إن شاء الله نردوا بينا وإن شاء الله جايحة هذه للأبد إن شاء الله تتنحى علينا ربما وزارة الصحة كانت قدمت عاونت بشكل كبير في تقديم يعني تجهيزات وثم وعود لمواصلة مازلنا ربما نستنوا في سيارات إسعاف مازلنا نستنوا في تجهيزات لو كان ربما يكون ثم طلب لوزارة الصحة شنو أهم الحاجات اللي تراهم مهمين ومستعجلين؟ هو راهو كان نحكيو على الأزمة اللي صارت كيما حكيت لك يعني بعدد أسرة لنعاش بركة جدد هما 25 سرير ما بين بن الجزار ولا غالبا راهو سرير لنعاش معناها حاجة راهو مش سرير ماهوش سرير راهو تجهيزات باهظة الثمن وحاجات معناها متطورة على الأخر يقول لك سرير متاع نعاش ومناش نحكيو به هذاك صحيح معدات لكن زادا الأطباء والموارد البشرية اللي هي بالحق فما ناس يعني والله والتو قاعدة تخدم كل يوم التو قاعدة تخدم كل يوم تلقى طبيب معناها واحد اختصاص نعاش اللي هو يوميا قاعد يخدم كل يوم كل يوم معناها احنا نبدأ خايفين عليه نحن من داخل مش نقوله له في وجهه لكن نقول يودي ذيت يزمو يمشي يرتاح مش نخسروه ماهوش معقول بالكل الشيء هذا خذينا برشا حاجات كذب على ربي حرام واللي شفته وانا وحد الناس في الجائحة هذه من المعدات اللي خذيناها ممكن عشرات سنين ما صارتش من سلطة الإشراف بطبيعة الحال وزاد فما مجتمع مدني عاون بارك الله فيهم الناس كل احنا ديما مازلنا نطالبوا راه وسلطة الإشراف مازالت متجاوبة معنا وحتى الثلاث أربع أيام التالي كان المدير عام للصحة بحدانا هنا في القيروان وزاد تجبد الموضوع هذا وراه النسق نتاع الإمدادات متواصل وبإذن الله معناها احنا كل يوم نطالبوا وقد ما ناخذوا ديما نقولوا شوية لخاطر ذاك في مصلحة المريض نحبوا ديما التحسين احتياجات الجهة في مختلف العيادات بطبيعة الحال ديما ذا التحسين معناها متاع الظروف العمل هذا الشغل الشاغل وإن شاء الله يا ربي احنا بالمستشفى الجديد هذا اللي ملك سلمان إن شاء الله يا ربي الأمور تتحسن تبقوا فيه بطبيعة الحال حتى في وسط الأزمة متاع الكورونا ممكن الناس اللي ما تعرفوش وكذا راهو حتى في وسط الأزمة متاع الكورونا فما فريق عمل في الوزارة وإحنا معناها أعضاء فيه ووقعت حتى لقاءات عن بعد مع الفريق السعودي يعني مكتب دراسات السعودي عدة مرات وبعدين وقع كونه الرؤساء الأقسام والأطباء هنا الكل تم استدعائهم في ورشات عمل توا كيت شهرين التالي ورشات عمل في تونس وقع تنظيمهم على 4 أيام ومشاو ممثلين تاع الاختصاصات الكل رؤساء الاقسام الكل باش يناقشوا هالمشروع هذا من ناحيه المعدات
معناها حتى بوضعية متاع الكورونا راو وقعت المتابعة والتوى باتصال ديما بالإيميل وبالاتصالات مع الفريق العمل اللي في الوزارة على المستشفى. يعني آخر المستجدات مثلا آخر المستجدات 20 سبتمبر شنو كونوا مع نهاية 2021 الدراسات الكل تنتهي بما فيها المعدات اللي صارت التصاميم الكل مذوكم حاضرين وشفناهم وطلعنا عليهم باش 2022 يبدأ الإنجاز الفعلي إن شاء الله يا ربي هذاك يخش برشا وقت إن شاء الله نلتزم إن شاء الله يقع التزام بالأجيال المدينة الصحية على فكرة ولا خارج والله ما لا المدينة الصحية والله لا ما احنا ما عنيش عليها فكرة بكل صراحة ما نكذبش عليك ما عنيش تفاصيل على المدينة الصحية ملك سلمان فما لجنة احنا أعضاء فيها نعرف التفاصيل الكل لكن المدينة الصحية والله لا ما عنيش عليها هذا مازال ثم خليت الأزمة على المستوى الجهوي وتابع ربما آخر المستجدات وإلا لو كنت بحكم رئيس اللجنة الطبية شنو الحاجات اللي تراها مستعجلة ولازم هكا توفر والله احنا توا الحداش ان شاء الله عندنا اجتماع بتاع خليت اليقظة برئاسة الدكتورة رفيق لطيفة المرزوقي هي رئيسة اليقظة كوفيد 19 اجتماع من برشا اجتماعات اللي نقيموا فيهم الوضع باش نشوفوا شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم فيما يهم المرضى التكفل بالمرضى في المستشفى الميداني لانه نقص الاعداد غاديكا وفما الاطباء اللي متكفلين غاديكا وهما اطباء في الاصل راهو كانوا يخدموا في بلايص اخرى كانوا فيهم اللي كان يخدم حتى في الاداره الجهويه تو نناقشوا باش الشركه الناس ترجع لبلايصها باش تفيد المرضى في البلايص اللي كانوا فيهم زاده فما مرضى تستنى فيهم واحنا كمستشفى خاطر هذاك مستشفى ميداني هو راهو تابع المستشفى بن جزار شوفوا طريقه التكفل بالمرضى هذه اللي نقولوا ميساج ماشيين شنو يتسكر المستشفى لا لا ما ينجمش يتسكر المستشفى الميداني باش يتواصل نجموش يتسكر خاطر كما قلت لك اللي وقت تناقض اذا كان سكروا مستشفى ميداني ونقولوا للعباد راهو ديما ردوا بالنا يقول لك عادش مش ترد بالك انت سكرتوا مستشفى ميداني ما متاكد من روحك لا مش هكايا لا نحن ديما مش قاعد موجود هذاك ايسيو دو سكور هذاك بالعكس خدم خدمه كبيره برشا ويعطيهم الصحه الناس خدمه معناها واطباء شبان مقيمين وعمل ممرضين واطباء كانوا يخدموا حتى في بعض الدوائر جاوا والتزموا وخدموا فما شكون والله في الاداره الجويه تخدم على روحها غادي يوميا بارك الله فيهم هذاك مش باش يتسكر مش يتواصل العمل نتاعو لكن ديما نبدلوا استراتيجيه نتاع التكفل كي يولي عدد قليل بتبيع نقص من الاطار الطبي وشبه الطبي غاديكا باش يقع استغلالهم في بلايص اخرى اللي نحب نقول بالنسبه للامور هذه كلها المواطن ما يقلقش روحه احنا ان شاء الله باذن الله نقوم بالواجب نتاعنا واكثر وخيانا الكل المواطن يعاوننا بالوعي الوعي وبالحرص على متابعه التلقيح اللي عمل الدوزه الاولى ما يجيش يقول انا عملت دوزه تو ما نكملش دوزه اخرى لا يكمل دوزه اخرى اللي عنده شكون في العائله ما لقحش يحثوا باش يمشي ويلقح من هذا اللي نجموا نقولوه بالنسبه للمواطن ممكن اخر سؤال حكي ثم صارت اليه نتاع الكوفيدار كيفاش تقيموها متابعتها ستاتستيك نتاعها نجاعتها كوفيدار هي تليت بها الاداره الجهويه الحقيقه وهي كانت معناها من الاهداف نتاعها باش يتبعوا المريض وين هو موجود وزاد كيف هذيك وقتها في بعض الاجتماعات قلنا واقتراح وعاونونا فيه فما مشكله نتاع وقتها الالات نتاع التنفس ليزيكستراكتور هذوما اللي ياخذ اكستراكتور للاسف الشديد علاش ديما نرجعوا للوعي نتاع المواطن للاسف الشديد يكمل به وما يرجعوش في الوقت اللي لازم يرجع فيه صارت حالات معناها انسان حتى يتوفى له قريب هذاك وما يتقاعس في ارجاع الاكستراكتور هذاك اللي هو معناها لازمنا باش نمشيو في نستعانوا بالكوفيدار دون سو سونس باش نشوفوا فماشي غاديكا اسكو المريض مازال مستحق اي ولا بلكش ما عادش مستحق اكسجين فما عبد يتلقى ما عادش مستحق ونخليه خايف ويحرم غيره هذاك تلات بها الحقيقه الاداره الجويه الكوفيدار وحاولت باش تقوم بخدمات معينه اللي هي يعني تتفادى البعد نتاع المريض على المستشفى واللي هي تتنقله تشوفوا اكثر تشوف شنو الوضعيه نتاعو ولا كلهم بهين الافكار هذه كلها اللي صارت راهو باهيه برشا وفما تكامل فيهم
رجعتوا للكونسنتراتور رجعوا يعني كونسنتراتور هذوما ايه بالطبيعه هذوما عند السيد مدير المستشفى عنده الله مسلي يعني فيه خدمه نتاع لي زيكستراكتور وفي المستشفى الميداني كيف كيف معناها الكل الحقيقه موثقين وفما فريق حارس يوميا كونه يسترجع لي زيكستراكتور في وقت معين صحيح لقينا مشكله كبيره برشا كنت مع تحسن الوضع الحمد لله معناها نجم نقولوا لاباس يعني. كلمة الختام دكتور تعود علي. كلمة الختام الوعي، وعي المواطن في كلمتين، يقبل على التلقيح، يعمل دوزة أولى يكمل دوزة ثانية، إذا كان عنده شكون يلزمه يلقح وما لقحش يحثوا على التلقيح، سبل الوقاية ديما يحط في مخه لي فما إمكانية متاع خطر، فما إمكانية متاع موجة ولا موجات أخرى، فما إمكانية متاع تغير معناها متاع الفيروس هذايا. هذوما اللي نحبوا نقولوهم كمعناها بالنسبه للمواطن، نحبوا يعاوننا بمستوى الوعي والمسؤوليه نتاعو. وربي ان شاء الله يحفظنا الكل. كنا موجه اخرى؟ اي توا حسب التاشيرات سورتو نتاع تحاليل البي سي ار اللي قاعدين يجيونا، لا ليست قاعده بشوي بشوي تطلع، وفما سيغمون اون سانكيم فاغ حسب لي ستاتيستيك فان سبتمبر ديبي اكتوبر، اخر سبتمبر اوائل اكتوبر. ويلزمنا كالعاده معناها بروتوكول صحي، نغسلوا يدينا، نبعدوا على بعضنا. البافيت في اي مكان، مش على خاطر تقول اني لقحت الدوزة الاولى ولا حتى الدوزة الثانيه معناها سي بون مش باش تجيني الكوفيد، باش تجي اما ان شاء الله معناها حالات خفيفه. خاطر جاي القرايه رونتري سكولير ونيفرسيتير صحيح، نوصي العباد الكل معناها ديستانساسيون، التباعد الجسدي قد ما نجم، اقل كونتاكت معناها هذاك هو نفس التلقيح بيان سور. التلقيح الطلبه والتلاميذ الكل بيان سور يتبعوا البروتوكول الصحي، البافيت ما تتنحاش، التباعد في الخطوف المواصلات حتى باش يرجعوا يقراوا دوك الكيران الواجيت لي فوي يونيفرسيتي الكل. ونشجع لي جون يلقحوا، يفو فاكسيني لو ماكسيموم، معناتها مش اون فاكسين حسب رايي، مش كان الطلبه بركه حتى التلاميذ، ماذا بينا لو كان التلاميذ يلقحوا زاده سا سخي بيان. فماش خطوره على التلقيح الصغار؟ لا فماش خطوره على التلقيح الصغار، لازم يلقحوا معناتها هذيك الحل، هذيك حسب رايي احسن حاجه باش نبداو سيغ، حتى كان جينا موجه تجي خفيفه. سينو انا محاضرين وكا هو عرفت، وقول فما مشكله راهو احنا حاضرين ما عندنا تو بريسك عامين، فما ارهاق راهو دونك ان شاء الله فما ارهاق كبير، ان شاء الله نكون ان شاء الله تجي موجه خفيفه الحقيقه وكا هو. ان شاء الله ربي يطول عايشك. دكتوره تعرفوا عليك ونحكيوا اللي بقالك من الذكريات الباهيه وربما بعض المشاهد اللي مازلت تستحضرهم في الفتره معناها البيك نتاع الجائحه. سا دكتور زينه موني طبيب الصحه العموميه، اني في النقد الميداني الحاجات الباهيه ولي فما حاجه باهيه نذكرها سي قعدت في بالي وقت اللي تنبك الموجه وبرشا برشا خدمه وانا عندنا فوق 70 مريض وصعيبه برشا وحبوا الاهالي يحبوا يدخلوا هما حبوا معناتها يحبوا يهجموا علينا والكل. كي خرجت وطلبت منهم قلت لهم راهو احنا واحلين ومعنا و70 مريض ما تونا با الانفراستركتور نتاع التنظيف لي بوبال وتنظيف والكل والفروشه دخلوا وعاونوا نظفوا البرا معناتها البرا الكل نظاف واني قلت لهم كيفاش الكل دوك تعاونوا والداخل دخلوا دي فام وسي ونظفوا الميداني الكل. هذيك نذكرها حلوه برشا عجبتني على الاخر خاطر ملي كانوا مغشين وتخرج تفسرهم تقول راهو كوفيد وبرشا مرضى وبرشا علينا والكل فهموا وخدموا معنا، وكي تقول رانا الليد في الليد ورانا الناس الكل مع بعضنا وراي قروين متعدية بأزمة كبيرة الناس فهمت، الناس كي تفهم راهي تولي تعاون فهمت. سا سيتي ان تخي تخي بون سوفونير، النهار هذاك تعدى به برشا فهمت عجبني. مي بون فما زاد حاجات خايبين سي سورتو المريض اللي يبدا قدامك وباش يموت وما عندكش ما تعمل، هذيك صعيبة على الآخر الحقيقة. فما مرضى ماتوا وانا اسيستي على مور مينوت بار مينوت، هذيك صعيبه برشا. ما لقيتوش ما تنجم تعملوا ولا اللي تزيدوا؟ معناتها ما هذاك هو لو ماكسيموم دوكسيجين، تونس الكلها شكرو معناتها طلبنا دونك نلوجوا على البلايص على الجمهوريه كامله، وما عندناش حل اخر الغياب في الجمهوريه كلها اون بلو بلاس. هذيك بالحق لو مالاد كونت الفوا بشويه قدامك هيك صعيبه برشا، والاهل نتاعو معناتها سا سي تري تري ديفيسيل، هذيك من اصعب الحاجات اللي حتى الفريم اللي مثلا يبكي فما دي ميدسان زاد دي جون ميدسان هكا بكاو والكل هيك صعيبه هيك، هذيك ان شاء الله ما نرجعوا لهاش. هذيك ثم دروس نخرجوا منها من الوضع هذايا من جهه اي دروس لازمنا ديما نحضروا روحنا
ما فهميش هذايا مش باش يصير وما يجيش ومش احنا لا لازم نحضروا احنا ديما نحضروا احنا وتو ممكن فما اون اوتغ فاغ دونك اون دو سو بريباري تو احنا متوقعين فما موجه وتو عندنا الخبره تو استنسنا ليكيب كلها الميديكال والباراميديكال وكل مهمين السوجي كاد مهم اللي ينظف مهم ما فهميش المجتمع المدني مهم كل مهم راه فماش هكا واحد يخدم معناتها واحد مهم والاخر لا الناس كل ما بعضنا سا سي لو سون دو توجور سو بريباري العباد ساعه تلقح وتقعد تتبع في معناتها البروتوكول الصحي واحنا نحضروا احنا ما نقولوش هكا وفي هكا ما عادش فما هكا لا الماتيريالنا حاضر وطبتنا حاضرين وفريمنا حاضرين والاسوسياسيون تقعدوا زيدا ديما هكا يراقبوا ديما حاضرين الناس كل حاضر اللوجيستيك كيفاش ننظم تعلمنا برشا حاجات راهو كيفاش نطلب ننظم الاقسام الكورديناسيون راهو برشا ناس خدمت راهو في الخفاء راهو ما تراش كان هذوما يا توت اللوجيستيك تعملت فهمت فما دي ميدسا وفما ناس اخرين فما كورديناسيون عندنا مش كورديناسيون برك عندنا توت اللوجيستيك تعملت معناتها مش سي با فاسيل ومن الاول زاد كي خدمنا لهنا فما شيء راهو كي بدينا لا فما لا فما حد شيء فما هذوما لي بوكس فما لي بوكس لا مزيل مزيل اي ما كي دخلنا يا كل لي بوكس فريم الجدد وكيبيت صغار معناتها مزيلوا وكهو هذاك باش دخلنا ومن بعد الحقيقه زاد هكا تحسنا وتعلمنا تحقيقات اهم وابرز المواضيع تستحق